حسيتي بالزلزال اللي حصل امبارح؟ امتى؟ كان في زلزال؟ لا ما حسيتش. انا كنت نايم وحسيت بيه. كان الساعة 3:30 كده بالليل، فجر، بعد قبل الفجر كده بشوية. ما كانش شديد قوي يعني، كان ضعيف، بس في ناس صوتت في البيت يعني. كان مرعب صراحة. وانا اصلا كنت فاكره نفسي انها بقى دوخت، وقلت ايه ده، في ايه، لا ده دوخة عادية. بعد كده بقى لقيت الناس كلها بتنزل زلزال ومش عارفة ايه بقى وكده، قلت لا ده بقى ده الموضوع بجد. امبارح حسيت بيه، اترعبت جدا، كان شديد قوي وبتاع، واتخضيت. اول مرة اشوفه في حياتي، اول مرة احس بيه زلزال. هو كان في زلزال امبارح؟ لا الحقيقة ما حسيتش، بس سمعت عنه في الشغل، قالوا لي ان في زلزال حصل الساعة 3:30، كان جامد قوي. اتحكى لك ايه عن الزلزال اللي حصل في 92؟ لا هو بيقول ان هم دمر بقى الدنيا ومش عارفة ايه، كان موضوع كبير يعني. هو اول حاجة زلزال 92 ده، انا مكنتش اتولدت، انا 97، فزلزال 92 ده اول مرة اسمع عنه. كان المستر بتاعي في ابتدائي كان في درس عن الزلازل والبراكين وكده، فقال لنا زلزال 92 ده، كنت في ثانوية عامة وقاعدة اذاكر ومش عارفة، قاعدة على السرير لقيت الدنيا بتتهز، واللي انا قعدت بقى استمتع ايه بجد بيحصل كده، ما كنتش عارف ان في حاجة اصلا زي كده بتحصل. بس بعد كده مرة مش فاكرة برضو من زمان حصل زلزال، حسيت بيه حاجة خفيفة، بس بعد كده ما حسيتش بأي حاجة تاني، بطلت احس. ده كان جامد جدا، كان زلزال جامد جدا، الناس كلها نزلت من البيوت اصلا، كانت خايفة، حاسة ان كانت ياما هتقوم اصلا. بس كنت في الشارع، كنت صغير، كنت في الشارع بس. لكن الزلزال بتاع امبارح دوت كان 3:30 بالليل وحسينا بيه. لا انا اتحكى لي ان الناس نطت من بيوت ونطت من الشبابيك في الدور الارضي وبتاع، لكن ما هو ده اكتر حاجه عارفها. بس بالنسبه له كان في 92 كان في زلزال تقريبا، كان في نوفمبر، وكان قوي جدا، وكان في بيوت اتشرخت او اتشققت، وكان في خسائر كبيره لبعض الناس. طبعا انا اتخضيت، وناس نزلت من البيوت وخافت من الزلزال، وطبعا شيوخ في المساجد في الجمعه اللي بعديها اتكلموا على الزلزال، ولان الخوف من الزلزال المفروض يبقى فيه خوف من ربنا، والمفروض الناس تخاف من ربنا. زلزال صغير اشعر الناس بالخوف، المفروض الناس تخاف من ربنا، قدرة ربنا.